معي عبر الهاتف من الدوحة مدير تحرير صحيفة العرب القطرية عبد الله العذبة. مرحبا بك معنا، أهلا بك إلى نشرة الرابعة. كيف نفسر العودة دائما رغم الخلاف في العلاقات الخليجية الخليجية؟ تميز العلاقات الخليجية بخصوصية معينة مهما بلغت الخلافات بينهم إلا أنها تتسم بعدم الفجور في الخصومة، وخصوصا العلاقة بين كل من الرياض والدوحة بعد الوساطة الرائعة التي قامت بها الكويت مشكورة. ولكن الشيخ يوسف القرضاوي لا يعبر عن السياسة الخارجية لدولة قطر كما هو معروف، فلها من يعبر عنها، ولذلك استغرب الاتيان على تصريحاته مع احترامي وتقديري له. بس هو كان سبب وجوده أصلاً بقطر، كان سبب لذلك ذكرناه خلال الخبر. أنا شاكر لك على هذا التوضيح، لكن الشيخ يوسف القرضاوي مواطن قطري ومن حقه أن يكون موجود في قطر، هو ليس بشخص عابر لكي يخرج من قطر. طيب نعود لموضوعنا أستاذ عبد الله، كنت أسألك عن متانة هذه العلاقة، لماذا هي دائما تعود حتى وإن حدث الخلاف؟ ما هي الأرضية التعاونية التي تدعم قوة العلاقات الخليجية الخليجية؟ كما أوردت العربية في التقرير، تتميز العلاقات الخليجية بأن هناك وحدة في النسيج الاجتماعي، قبائل مترابطة فيما بينها، أسر الحكم فيما بينها، خصوصا في ما بين الرياض والدوحة هناك تواصل وهناك أواصر نسب بين الأسرتين، وهناك ترابط اجتماعي قديم، والعلاقة القديمة تعود من أيام مؤسس دولة قطر الشيخ قاسم بن محمد رحمه الله، والمؤسس للدولة السعودية الثالثة الملك عبد العزيز رحمه الله، والعلاقات قديمة يعني بين الدولتين، ومهما بلغت الخلافات بين الدولتين الشقيقتين يبقون أشقاء. فهو خلاف بين أخ كبير متمثل بالمملكة العربية السعودية وأخ أصغر اللي هي دولة قطر، ومهما بلغت الهوة من الاتساع يجب أن تعود مرة أخرى إلى طبيعتها. وطبعا الشقيقة الكويت قامت بوساطة رائعة، وطبيعة الخلاف هو في الحقيقة بين يعني خلاف وجهات نظر بين قطر والسعودية في التعامل في الملفات الخارجية، ولكن لله الحمد وصلوا إلى أرضية مشتركة، وهذا لا يعني أنه لم تحدث خلافات في الماضي ولن تحدث خلافات في المستقبل، نحن لا نتمناها، ولكن هذا أمر طبيعي، يحدث الخلاف بين الشقيق وشقيقة في البيت الواحد وبين الأخوة في المنزل الواحد، وهذا أمر طبيعي جدا، وهذه هي طبيعة الحياة منذ أن خلق الله هذه الأرض. شكرا على مشاركتك معنا من الدوحة، مدير تحرير صحيفة العرب القطرية عبد الله العذبة.